تمتلئ موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالإنجازات الفريدة والعظيمة. نعرض لكم أروع 10 أرقام قياسية عراقية. أقدم مدينة في العالم، تعد أوروك أو الوركاء أول مدينة متحضرة في تاريخ البشرية. تأسست في حدود 4000 عام قبل الميلاد على ضفاف نهر الفرات، وكانت تتمتع في ذلك الوقت بقوة عسكرية واقتصادية، وفيها اخترعت الكتابة، ويعد غلغامش أحد أشهر ملوكها. أكبر عدد من تمارين الضغط، يعد جرجيس رشيد صاحب الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من تمارين الضغط بقبضة اليد وبرجل واحدة وحاملا على ظهره 18 كيلوغرام. كما يملك ابن مدينة دهوك رقما قياسيا آخر لأكبر عدد من تمارين الضغط على رؤوس أصابع اليدين. أول إعلان رسمي للحرب، يعد إعلان غلغامش حاكم مملكة أوروك الحرب على مملكة كيش أول إعلان رسمي للحرب في العالم، وذلك حوالي 2500 سنة قبل الميلاد. أقدم توقيع شخصي في العالم، تعد التواقيع التي تركها الكتاب على الألواح الطينية بالخط المسماري في تل أبو الصلابيخ أقدم مثال على التواقيع الشخصية في العالم، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 2600 سنة قبل الميلاد. أقدم بطارية في العالم، بطارية بغداد هي بطارية أثرية تم اكتشافها ضمن آثار العراق القديمة، ويعتقد أنها كانت تستخدم في إنتاج الكهرباء قبل آلاف السنين، أي أنها أقدم بطارية في العالم. أقدم قنوات ري في العالم، والتي كانت تقع في منطقة مندلي بمحافظة ديالى شرق العراق، كانت تستعمل لسقي المحاصيل الزراعية، ويبلغ طولها 5 كيلومترات، ويعود تاريخ إنشائها إلى حوالي 5500 سنة قبل الميلاد. أقدم قصيدة حب في العالم، وجدت محفورة على أحد ألواح الطين البابلية مكتوبة باللغة الأكادية بعنوان ابحث عني إلى أن تجدني، كتبتها إحدى العرائس لزوجها قبل أكثر من 4000 عام. القصيدة محفوظة في متحف الآثار الشرقية في إسطنبول. أكبر علم يتم نشره من خلال القفز الحر بالمظلات، دخل العلم العراقي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن تم نشر أكبر حجم له من خلال القفز الحر بالمظلات من قبل العراقي فريد لفتة، حينما قفز فوق مدينة شيكاغو الأمريكية لينشر أكبر علم عراقي في الجو بقياس 4023 متر مربع. ويطمح فريد ليكون أول رائد فضاء عراقي مستقبلي، نتمنى له التوفيق طبعا. أكبر علم بشري في العالم، هو العلم العراقي الذي رفع على أرض أكاديمية الشرطة العراقية في بغداد، المتكون من 4200 شخص من تشكيلات مديريات الشرطة والمرور وطلاب الكشافة من وزارة التربية. أقدم قانون في العالم، قانون أورنامو هو أقدم قانون مكتشف حتى الآن، وقد سبق قانون حمورابي بثلاثة قرون، حيث وجد قسم من الألواح التي تضمنت هذا القانون في مدينة نفر والقسم الآخر منها في مدينة أور، وقد كتب باللغة السومرية، ويقدر تاريخه بحوالي 2100 سنة قبل الميلاد، وكان يعالج مشكلات الطلاق والقتل وغيرها. أي من هذه الأرقام القياسية هو الأروع في رأيك؟
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد.